انت في نقطة احمد عادل ميسي لما يكون فايق، لان دي نقطة مهمة جدا. احمد عادل ميسي مش هو احمد عادل ميسي على مستوى التأثير اللي معتاد ليه في المواسم اللي فاتت. ايه المشكلة اللي ممكن يكون بيواجهها؟ يعني بص، هو بدايه السيزون السنه دي ما كانش كويس بالنسبه لاحمد. احمد كمان كانت فيه حاجه فنيه بتربطه بخالد الغندور وابراهيم حسن ومولولو، حاجه مهمه جدا. ايه فممكن يكون في ضلع الرباعي لما كانوا بيلعبوا مع بعض في الفتره حتى اللي انا كنت متواجد فيها في الفريق تمام، الاول. كان في تفاهم يعني. كان في تفاهم وحافظين بعض، خاصه هو وابراهيم بشكل كبير قوي يعني. فيمكن برضو حته ابراهيم ممكن تكون اثرت من الناحيه الفنيه. طبعا عقليه اللاعب طبيعي ان انت هتكون متواجد معايا النهارده وبكره هكون انا في نادي تاني مظبوط وانت هتنتقل، مظبوط. لكن هي اثرت فنيا عليه، اثرت فنيا عليه. كمان برضو كانت في حاله حلوه قوي ما بينه وما بين صبري رحيل، في جبهه في شمال جبهه شمال بتتعمل. كانوا عاملينها بشكل كويس. طبعا جه الفتره الاخيره دي حصل عمليه اصابه اثرت عليه، لكن خليني اقول لك ان انت لما يكون عندك رباعي بالشكل ده من ضمنهم احمد عادل ميسي، يبقى انت تكون مطمن للخط الامامي. احمد في ميزه كمان، انا بقول لك ان هو من ضمن الفرق او هو اللعيبه اللي هي السريعه جدا هنا، وبيعرف يقف على كورته وبيعرف يحافظ عليها، ان انت في الوقت اللي انت ممكن تكون مضغوط فيه هو يقدر ينقل لك الفرقه في وسط الملعب المنافس بشكل كبير قوي. وبيعرف يقف على الكرة حلو قوي بصراحة. مع طريقه الكابتن طارق تنفع كتير قوي، ان انت ممكن في الوقت اللي انت بتدافع فيه كويس تخطف مباراه وتكسب وثلاث نقاط ينضافوا للنقاط اللي عندك، فدي تفرق معاك كتير. لسه راجع من الاصابه حتى النهارده، في بعض الكور النهارده كان حصل فيها في الشوط الثاني حتى بعد كره مصطفى اللي ضيعها اللي هي نقلت المباراه لنادي الاتحاد الشوط الثاني، في كور مصطفى دويدار، كرة مصطفى امبي اللي ديودار كنت كرة لسه امبي. بحكي لكم عليها لو ما شفتوهاش يعني. طبعا دي كانت كوره مهمه جدا اثرت في نتيجه المباراه، انما الفريقين كانوا حافظين بعض وماشيين الاثنين بشكل واحد. يعني حتى كابتن طارق النهارده لما تيجي تبص على الورق كان بيلعب النهارده بثلاثه، يعني سيف توكا ومحمود شبانه ومصطفى ابراهيم. مصطفى ابراهيم مساك اصلا من ولاد النادي، فكان بيلعب بثلاثه عادي. انا بحترم المنافس، خاصه النادي امبي ماشي بشكل كويس قوي من ايام كمان مع الكابتن تامر مصطفى. يعني الكابتن تامر يحسب له برضه على مباراته النهارده، مبروك طبعا لفريق فيوتشر، يحسب له برضه تكوينه للفريق ده من بدايه السيزون. فاحمد عادل النهارده تحس برضه ان هو لسه ما وصلش لفورمه المباراه، لكن لما يوصل مفهوم. لفورمه المباراه اعتقد انه هيفرق كتير قوي مع نادي الاتحاد. عفوا، الاتحاد عنده منافسه برضه قويه في فكره طموح المربع الذهبي، فبالشكل الحالي بالقائمه الحاليه بالاداره الفنيه الحاليه بالظروف اللي بيعيشها الاتحاد دلوقتي، شايف انه في ظل منافسه مع، بتتكلم في بيراميدز، بتتكلم في زد، بتتكلم في سيراميكا كليوباترا، طبعا الى جانب الاهلي والزمالك لما يخلصوا، الى جانب ام بي المتصدر دلوقتي، فرصه في انه يخلص مربع ذهبي شكلها عامل ازاي؟ انا قلت بشكل كبير يعني، عشان كده انا قلت لك يعتبر بشكل انجاز كبير. ايه بشكل كبير ان هو ممكن يكون متواجد في المربع الذهبي. عشان كده انا قلت لك لو بصينا كانجاز، انت قلت لي في بدايه انجاز ان هو يخش في المربع الذهبي مع الفرقه دي، اعتقد ان هو هتبقى حاجه كويسه كبيره قوي. مفهوم. السابع والثامن والتاسع اللي هي المراكز الطبيعيه مثلا اللي بتبقى موجود فيها نادي الاتحاد، اعتقد ان هي السنه دي ممكن تبقى وارده وبسهوله كمان. الزمالك النهارده كان المفروض عنده ماتش، ويمكن واحنا بنتكلم معاك علشان تنورنا النهارده كان جزء من النقاش ان احنا هنتكلم عن مباراه الزمالك مع اسوار، ولكن ما اتلعبتش المباراه، اتلغت المباراه دي. في حسابات مدير فني، لو انت مدرب الزمالك وبتلعب المباراه الاخيره اللي انت ضامن بيها التاهل والصداره قبل ما تروح تلعب نهائي كاس قدام الاهلي، الغائها حاجه تقول بيها كويس بس تريح، ولا حاجه تربكك كحسابات؟ هو مبدئيا انا وجهه نظري ان هو النهارده كان هيشارك بمجموعه كبيره من المجموعه اللي هي ما كانتش بتلعب، كان باين من القايمه، من القايمه خاصة إن المباراة كمان هي لو كانت مثلا من قبلها بأربع أيام ولا خمس أيام غير أسبوع غير 10 أيام. تمام. أنا عن نفسي لو النهاردة كنت ألعب بفريق غير إن أنا ألعب بالمباراة اللي جاية تماما يعني. تمام. خاصة حتى النادي الأهلي نفسه أعطى اللعيبة بتاعته 48 ساعة، أعطى يومين راحة. مظبوط. عشان حالة الإيجاد. هي الفكرة إن في دلوقتي عملية تضارب ما بين الناحيتين، أنت عندك استقرار فني كبير قوي وعندك مدير فني مستر جوميز لسه جاي بقاله ثلاث مباريات. حالة اللعيبة لسه ما تعرفش عليها بشكل كامل، حتى إذا كان مثلا في جهاز معاون أحمد معاه، لكن برضو نقل الصورة غير الطبيعة. فهو كان مهم جدا. يعني أنا أعتقد إن لو كان في أسبوعين كمان أو ثلاث أسابيع قبل نهاية كأس مصر كان ممكن الوضع يتغير. إنما هو طبيعي ما لو أسبوعين ثلاثة كان أكيد في ماتشات في النص هيتلعبوا، كانت هتبقى في ماتشات كتيرة وكان هيقدر يحافظ على الناس كلها. النهاردة كان هيشارك بالمجموعة عشان ما يحصلش عملية إجهاد. إن كان هو وضح بعض الملامح اللي بالنسبة للفريق. إيه أبرز الملامح اللي بانت لك من ثلاث ماتشات درب فيهم الفريق؟